ماذا يعرف المغاربة عن الجريمة الإلكترونية، عن أسباب استفحالها، أشكالها وتداعياتها؟ هل يتعلق الأمر بأفعال يقترفها أفراد على نحو عشوائي، أم أننا إزاء جريمة منظمة تهدد المواطنين والمؤسسات اقتصاديا واجتماعيا؟ كيف تصدى المشرع نصا وتطبيقا لجريمة مسرحها افتراضي، أبطالها وضحاياها من الواقع؟ ثم هل المقاربة الزجرية وحدها تكفي لتطويق الجريمة الإلكترونية، أم أن الحاجة ماسة لتأطير ملكات الأفراد ونشر الوعي المعلوماتي بين فئات المجتمع؟ الجريمة الإلكترونية موضوع عدد هذا المساء من بدون حرج، والبداية عينة من آراء المواطنين. الجريمة الإلكترونية هي أي جريمة كتوقع في ما يسمى اليوم يعني بالإعلام البديل، يعني الإعلام الإلكتروني، واللي كتنتهك يعني الحرمة إما ديال البنك وإما ديال المؤسسة وإما ديال شي حاجة شخصية، يعني مثلا الفيسبوك ولا الام اس ان ولا شي حاجة من هذا القبيل. جريمة إلكترونية يعني فيها بزاف ديال الأنواع، كاين اللي كينتحل شخصية ماشي ديالو، كاين اللي كيخترق مثلا مواقع ديال الناس وشركات، المهم اللي ما ملحقوش يخترقها نورمالمون. انتهاك الخصوصيه ديال اي شخص فهي جريمه، لانه هذيك مسائل خاصه ديال الانسان، كمثلا الصور عبر الانترنت او هذا، وتم تشهير بالاشخاص، بالاضافه ايضا حتى يعني الاختراق سواء المواقع الشخصيه او لبعض الحسابات الالكترونيه لبعض الاشخاص، فهذه كلها انتهاك للخصوصيه ديال الانسان، وبالتالي يتوجب يعني الضرب بقوه على ايدي هاد الاشخاص. كاين اللي فورم اللي تيعطيو دي زانفورماسيون على كيفاش تخترق المواقع وداك الشيء، ولكن زعما ضروري خصو تكون عنده شي شويه ديال الفورماسيون مسبقا. واحد اللي ما عنده علاقه في الدومين راه ما غاديش يستطع انه زعما يدير شي حاجه في هذا الدومين. كاين قوانين دوليه اللي كتجرم هاد الجرائم الالكترونيه، ولكن في المغرب كاين هذا المشكل ديال الجرائم الالكترونيه، وكاين ما كاينش شي قانون اللي كيحمي هاد يعني المنتجين سواء السينمائيين او على مستوى الفنون الاخرى. خاص تحسيس، وخصنا نعرفوا بان هذاك اللي تيدير ديك العمليه بانه عنده يعني عنده واحد الذكاء، يعني خصنا نستافدوا منه ندمجوه في شركات. ما يمكنش اننا نعتبر بان الكود بينال هو الحل على داك الشيء، كنعتبر بان الادماج ديالهم غادي يكون واحد الخطوه اساسيه يعني في التطوير، وحتى باننا نستافدوا من التجربه ديالهم، لان لي زانتيليجون هما اللي كيديروا هاد الفعايل هادو. يسعدنا دوما تجديد اللقاء بكم أوفياء البرنامج. أرحب بضيوفي في الاستوديو، وأبدأ بالسيد هشام الأشقر، مدير شركة مختصة في حماية المعلومات. مساء الخير. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أرحب كذلك بالسيد مروان الحجوجي، رئيس خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. مساء الخير. مساء الخير. على يساري يسعدني أن أستضيف الأستاذ حاتم بكار، المحامي عضو هيئة القنيطرة. مساء الخير. مرحبا أستاذ أيمن. وترحيب بالوجه المألوف في بلاتو بدون حرج الأستاذ مصطفى الشكدالية، الأستاذ الباحث في علم النفس الاجتماعي. مساء الخير. أهلا وسهلا أيمن ومرحبا. كما يسعدنا أن يشاركنا النقاش السيد الكبير حماد، رئيس جمعية ضحايا الويبكام وعدم المس بالملكية الفكرية. مساء الخير. مساء الأنوار. تعليق على الشهادات، كما جرت العادة هذه الشهادات التي استقيناها من فئة الشباب قصدا لأنها الأكثر اطلاعا وارتباطا كذلك بالعالم الإلكتروني حتى نتحصل على مضمون نتداوله، علما أن عددا من المواطنين أقروا بالجهل التام بالموضوع وأحرجوا من التعبير عن ذلك أمام الكاميرا. تعليق على ما جاء في الشهادات. أولا في هذه الشهادات العينة لا يمكن أن تكون تمثيلية، بمعنى أنها اقتصرت فقط على فئة الشباب، وقد يعتقد من يسمع لنا ومن يرانا أن هذه الجريمة تخص من يتعامل مع الحاسوب، بينما فيتهم كذلك حتى أولئك الذين يجهلون بها. لذلك فالسؤال المركزي والكبير، لا يعذر أحد بجهله للقانون، ما محلها من الإعراب أمام هذه النازلة اللي فيها نوع من الأمية، بين قوسين الأمية، وظيفية إذا
السكان او الاميه المعلوماتيه. لذلك فاعتقد بان المساله يجب ان لا نختزلها من الافكار المسبقه والنمطيه. هناك من يعتقد، وانا اتحدث مع الجمهور الواسع، بان هذا النوع من الجريمه يصاب فقط مستعملي الفيسبوك او مستعملي الالكترونيك او مستعملي، مع العلم باننا سنفصل وسنوضح ما هي الجريمه الالكترونيه، وبالتالي فهي لا تقتصر فقط على مستعملي الالكترونيك، ولكن قد تكون قد تصيب مجموعه من الفئات الاجتماعيه. لا احد في من عن الجريمه الالكترونيه. كيف تابعت ما جاء في هذه الشهادات؟ هذه الشهادات تبين بان المجال ديال الجريمه الالكترونيه مجال واسع. هناك البيغاتاج، هناك الانترنت، هناك سرقه المعلومات. الجريمه الالكترونيه معناها كاين شريط عالمي ديال الجريمه الالكترونيه، ولكن هي جريمه اللي الحيز اكبر فيها المعلوميات، الشبكه المعلوماتيه والانترنت. هي جريمه عندها اوجه شبه مع الجريمه العاديه، وجريمه اللي عندها اوجه اختلاف غنشوف ان شاء الله في الحلقه مع الجريمه العاديه ان شاء الله. اكيد. استاذ حاتم بكار، الجانب القانوني كذلك جاء في الشهادات، هناك معرفه، يعني حتى لا نقول جهل، هناك معرفه سطحيه جدا بوجود قانون او بنود قانونيه في المغرب تؤطر او يعني تحسم في الجريمه الالكترونيه. اذا سمحتي لي انا استاذ ايمن، غادي يمكن نبدا بالخلاصه. هو ان المشرع المغربي والتشريع المغربي ككل قاصر عن معالجه الظاهره، هذا هو الكونستا الاول اللي يمكن نبداو به. ولكن ارتباطا بالروبورتاج وكيف ما شرتي وشر الاستاذ، ان الفئه المستهدفه هي فئه الشباب. اذا احنا ديجا حددنا واحد الفئه اللي هي افترضنا انها عندها علم، وبالتالي باقي فئات المجتمع ما عندهاش علم، وهذا لا يعني انها في منع عن القانون حتى يطبق عن القانون. اذا التمييز الاول ثم التمييز الثاني. هاد الناس هادو اللي هو مفترض ان عندهم علم بالانترنت كنلقاو عندهم قصور في الفهم، او حتى اذا فهموا كيفهموا غلط. لان الجريمه الالكترونيه كيف ما قال الاستاذ هشام ما تمشوش فقط غير القرصنه، او لانه حتى اذا كان المرتكب ديالها يستعمل الانترنت فالضحيه ديالها ماشي بالضروره يكون كيستعمل الانترنت. اذا حتى هو تيسقط تحت طائل القانون، وهذا هو المشكل التركيبي في المعالجه القانونية. ويمكن نفصلوا ان شاء الله، سنفصل في المعالجه القانونيه. معنا السي مروان الحجوجي طبعا اللي كي يمثل خليه لمكافحه الجريمه المعلوماتيه، ملحقه او جزء من عمل الشرطه القضائيه. العمل ديالكم الى اي حد هو متداول ومعروف لدى عموم المغاربه؟ بالنسبه لنا مثلا كجهاز امن، فاحنا كنقسموا الجريمه المعلوماتيه الى قسمين اساسيين اللي ما يمكن ليناش نشتغلوا في هذا النوع من الجرائم الا اطرنا وقسمنا هذه الجريمه المعلوماتيه لاحد هذ القسمين. القسم الاول هو اللي جا في التصريح ديال المواطنين واللي هما شباب وواعين، يعني كيشتغلوا باين بانهم كيشتغلوا بالانترنت. ان لما كتكون التقنيات الحديثه اون جينيرال، يعني بصفه عامه ماشي فقط الحاسوب، التقنيات الحديثه تستعمل بصفه مباشره في ارتكاب الجريمه. فهذا هو الجزء الأول. أما الجزء الثاني اللي هو يعتبر من جريمة إلكترونية، هو لما كتكون التقنية الحديثة تعتبر كوسيلة تسهل ارتكاب الجريمة الكلاسيكية التقليدية. فمثلا أنا نجي نقدر نقول لك أن السرقة تعتبر في بعض الأحيان جريمة إلكترونية، التجارة أو الاغتصاب الأطفال يعتبر جريمة إلكترونية في بعض الأحيان. إمتى؟ لما كيرتبط بالتقنية الحديثة. فبالنسبة لنا احنا كتعريف مبسط، الجريمة الإلكترونية هي أي عمل يجرمه المشرع وتستعمل فيه التقنية الحديثة. غنواصل طبعا من فكرة التعريف، وغنرجع لمدى التواصل ديال المواطنين معكم وإلى أي حد العمل ديالكم يعني بدات كتشاف الثمار ديالو طبعا على أرض الواقع. بالنسبة للتعريف، كيف ممكن نعرفوا الجريمة الإلكترونية؟ الجريمة الإلكترونية هي جريمة اللي فيها استعمال ديال المعلوميات في الشبكة العنكبوتية واللي فيها أو الإنترنت. فبالتالي الجريمة المعلوماتية هي جريمة اللي تتسهل لنا مرات الجريمة الكلاسيكية، ولا جريمة يمكن لنا طريقها نمسو بسلامة المعلومات، نمسو بالجاهزية المعلومات، أو نمسو بالسرية المعلومات. فهذا التعريف هذا تعطينا واحد المجال كبير، وتجعل بأن الجريمة الإلكترونية بعض المرات تتجاوز الجريمة الكلاسيكية من ناحية الأساليب، من ناحية الابتكار، ومن ناحية حتى التتبع ديالها. فبالأحيان الجريمة الكلاسيكية ممكن بطريقة سهلة نعرفوا شكون المرتكب، نعرفوا الجرم. أما الجريمة الإلكترونية بعض المرات ما تنحسوش بأن كنا ضحايا،
يمكن لكم تكون ضحيه اليوم، ولكن ما نعرف ان ضحيه حتى بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع او شهرين او اكثر. وبالتالي فهي الجريمه الالكترونيه التعريف ديالها صعب، ولكن الاوجه ديال يعني ديالها متعدده، وبالتالي تجعل من الصعب التصدي لها. ولكن ملي كنتكلموا على جريمه الكترونيه هناك عدد من المفاهيم تقدر ترتبط بها، وكتاش كنتكلموا على جريمه وماشي اساءه وماشي تحرش وماشي ايداء الكتروني؟ مثلا عندك مثلا ناخذ مثلا البطاقه البنكيه، البطاقه البنكيه مثلا كنستعملوها باش ناخذوا شراء يعني بعض البضاعات، واستعمال البطاقه البنكيه ديال شخص اخر. هذه جريمه الكترونيه ما فيهاش تشهير، ما فيهاش قذف، ما فيهاش سب، ولكن فيها هذه جريمه ماليه اللي استعملت فيها الادوات التقنيه والالكترونيه. كاين جرائم اخرى اللي حتى هي مرتبطه ما فيهاش تشهير، مثلا ناخذ مثلا واحد اللي غادي يدخل معلومات سريه للدوله ولا شركه، فهذه يعني هذا جرم الكتروني اللي ما فيهش تشهير وفيه سب وفيه قذف، واللي هو اصعب من التشهير والسب والقذف لان ما يحسوش به. وبالتالي فالتصدي ليه تيولي صعيب جدا، لان خصنا نعرفوا شكون هو اللي داروا، كيفاش داروا، من اي دوله. مثلا نقدروا نعرفوا انه جاي من افغانستان، واش من السهل اننا نمشيو عند شي افغانستان ونتابعوه. وثالثا حتى عرفناه واش القوانين اللي عندنا، غنهضروا على الشغل القانوني معك استاذ حاتم، واش القوانين اللي عندنا هي القوانين اللي كاينه في فرنسا، هي القوانين اللي كاينه في افغانستان. وبالتالي احنا في موضوع الاتهام مش المغرب بشكل خاص، اتهام العالم، لان الجريمه الالكترونيه على الفرق بالنسبه للجريمه الكلاسيكيه، وان الضحيه والجاني والمجرم ما يقدر يكون ماشي نفس المكان ماشي في الزمان، وبالتالي تيصعب تتعقد الامور من الجريمه الالكترونيه. استاذ حاتم بكار، نواصلوا طبعا في تحديد المفاهيم ديال الجريمه الالكترونيه، ونبغي ناخذ امثله باش نقربوا الجمهور العريض من هذه الجريمه، وكذلك واش هي خاضعه في التقسيم لنفس تقسيمات الجريمه العاديه، يعني هناك المخالفه، هناك الجنحه، وهناك الجنايه كذلك. نعم، اذا كما قلت يا استاذ ايمن، كاين المخالفه، كاين الجنحه، كاين الجنايه. بالنسبه للجرائم الالكترونيه هي جنح، لان العقوبه ديالها ما تتجاوز 5 سنوات الا في حالات معينه لما كترتبط بجرائم ارهابيه. ودايوغ التعديل اللي جا في 2003 اللي جا فيه قانون الارهاب كان ارتباط به هذه المساله ديال اعداد مشروع مادي او متى كانت عصابه جرميه اللي كتستعمل فيها وسائل التكنولوجيا. المشريع رغبه منه في مأسسات اولا وتقطير هذه الظاهره، القانون في اخر المطاف ينظم لو سيتويان المواطن داخل اطار الاسباس، داخل اطار معين. فاحنا كننظموا المغاربه، مواطنين مغاربه. اذا باش ننظموا هذه الظاهره هذه خصنا نوعيو، ما يمكنش كيف ما قال الاستاذ وانا اشكره جزيلا على الاشاره اللي قال انه لا يعذر احد بجهل القانون، والفقه يذهب اكثر من ذلك، وتيقول لك القانون يحمي المغفلين، هذه الصفه المغفل تربط بالشخص الذي لا يعلم القانون. ولكن قبل ما نعاقبه كيخص يكون هناك ما يسمى بالامن القانوني، بمعنى انه المواطن نعرفوه بهذه الظاهره ونوصلوها له ونقول له عندك الى ارتكبتي هذا الفعل الجرمي غادي تكون تحت العقوبه الفلانيه. ما كاينش يعني هناك مجموعه من الاشخاص اللي ممكن يرتكبوا جرائم او مخالفات الكترونيه وما عندوش علم بانه، ما عندوش نهائيا العلم انه اما مرتكب الفعل الجرمي او انه ضحيه. التقادم فين غادي نحتسبوه؟ الفعل الجرمي ارتكب في تاريخ 2007 مثلا، وهذه جنحه، التقادم ديالها دابا بعد التعديل 4 سنين. احنا عرفنا ما عرفش انه ضحيه وعرفها حتى المر 5 سنين، هي طالها التقادم من واحد الناحيه معينه. اذا اشكاليات قانونيه الى الان المشرع، كاين هذا القانون في التعديل القانون الجنائي، ثم كاين الي فلوغ يعني من خلال قوانين قانون مرتبط بالقانون. غنرجع للجانب القانوني، نبغي نبقى فقط في التعريف. استاذ مصطفى الشكدالي، كنلاحظوا يعني من خلال طبعا هذا الوقت الذي استغرقناه من اجل النقاش المفهوم بان الامر يتعلق بموضوع جد شائك وجد متشعب ويتغدى على الأمية المعلوماتية. طبعا هو موضوع شائك متعدد متداخل. لماذا؟ لأن سنجد الرابط الذي يشرك الجميع هذه التدخلات والاشتباكات في الموضوع، وهو أداة الجريمة هي الحاسوب، ربما حسب الحاسوب أو انترنت. من الحاسوب إذا لم يكن هناك حاسوب ليس بالإمكان أن نتحدث عن الانترنت. هناك شيء مهم كذلك، ونتحدث عن واقع في المغرب، يجب أن نتساءل، وهذا هو السؤال العميق الذي لم يطرح إلى حد الآن. نحن مستهلكين للتكنولوجيا، ولكن هل نحن مستهلكين للجريمة الإلكترونية؟ وكيف ذلك؟ كيف حلت؟ بمعنى هل هناك استعداد قبلي للخوض في هذه الجريمة الإلكترونية؟ مع العلم أن حينما نتحدث عن الجريمة الإلكترونية هي منظمة في مجموعة من الدول، هي منظمة. الجريمة الإلكترونية الآن لم تصبح عبارة عن عمل هاوي، بمعنى شاب أو مراهق يقوم بفعل معين على في الانترنت. ربما في واقعنا اليوم وغنشوف معكم اساتذه يمكن مازالين في هذه المرحله ديال الهوايه، مازال في هذه المرحله ديال الهوايه أو ديال الأفعال. اما هي الفردية، حينما نتحدث عن الجريمه الالكترونيه نحن نتحدث عن اشياء منظمه داخل. نحن كمستهلكين يجب ان نقر بذلك، نستهلك ربما، وانا ساقول لك ربما شيء سيفاجئ الجميع، هو اننا في بعض الحالات نرتكب اشياء
اللي يمكن أن تكون جريمة مرئية على صفحات الفيسبوك، ندنس الآيات القرآنية بنشرها بطريقة مبتذلة، ندنس مجموعة من القيم الاجتماعية على طريق نشرها وفضحها بطريقة معينة بطريقة استهلاكية. أليست هذه جريمة بين قوسين من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي؟ بمعنى أنه أصبحنا في بعد أننا أصبحنا أمام الابتدال، أمام تدنيس المقدس عن طريق الإلكترون. ولكن هذه أفعال لا تقع ربما تحت طائلات القانون، نبغيو نبقاو في الأفعال لا طبعا التي يعني تقع تحت القانون، ولكن كذلك ربما لنا تجاذبت أطراف الحديث مع لأن من دنس المقدس يعاقب في القانون الجنائي، يعاقب وهو يدنس على فضاءات افتراضية ولا يعاقب. هناك من يعلن أشياء فيها فساد يعاقب عليها القانون ويعلن عن ذلك على صفحات الإلكترونية، والكل يرى عن مسمع ورؤية وكأنها ليست جريمة، وهو يبوح بأنه قام بهذا وذاك إلى آخره. عندك إضافة ربما هنا؟ الإضافة هنا كنستخدموا كما قال الإنترنت ربما في ارتكاب جرائمية واقعية. نعم، وهذا هو الشق الثاني اللي تكلم عليه الأستاذ رضوان قبيلة كذلك، هو أنه كاين جرائم مصطلحة في القانون الجنائي ولكن تستعمل فيها وسيلة إلكترونية. داكور، وهذا برنامج بدون حرج، غادي نرفعوا الحرج، حنا غادي نقرا كيف ما هي كيف ما كتوقع في الواقع. مثلا شوف فيسبوك شنو كتلقى، سواغي بوزاج شي مومو، تصويره مشروبات خمريه وكذا، وهذا يقع تحت طائل القانون. السيد وكيل الملك، نطلب منك ان تتدخل للحفاظ على النظام العام، هذه حاله واضحه ديال انه ناس حداهم شراب والوضع الهيئه ديالهم. او مثلا تلقى كتابه جلسه خمريه مع الاخ المناضل مصطفى كذا بعض الصور، ولكن مصطفى مشي انا طبيعه الحال انا اعتذر، ولكن غير تنقول مثلا غير سميه هكذا وبيف، ولكن هذا يقع، هذا يعاقب عليه القانون. ربما كذلك هناك مواقع اللي هي معروفه ديال تسهيل الدعاره مثلا، او ديال التحرش بالاطفال واستدراجهم من اجل الاستغلال الجنسي، وهذه مواقع اللي كنشوفوها. يعني لا بيدوفيلي تعتبر الان من ضمن الجرائم الالكترونيه، علاش؟ لان شبكه تنظيميه عبر الانترنت، وكاين في دول متعدده مثلا شرطه متخصصه في متابعه البيدوفيل في المجتمعات العالميه كامله، وتعتبرها جريمه الكترونيه كذلك. ولذلك فاريد فقط ان اقول لذلك فالمفهوم فضفاض كبير جدا. اللي تيتكلم عليه الاستاذ مصطفى الان هو المنظم، ولكن حنا كنهضروا على الجريمه الحادث العرضي اللي كذلك تقع تحت طائل القانون. حتى ولو فرضنا ان القانون كيعاقب عليها، النيابه العامه ما عندهاش السلطه انها تراقب هذا الشيء. دابا شنو غيدير وكيل الملك؟ غيصيفط لاستدعاء المومو ولا لولا لوليتا؟ فين هو العنوان اللي غادي يصيفط لها باش يستمع لها؟ فين هو المحجوز؟ هذه راه المسائل يمكن انا من خلال موقع الاجتماعي فيسبوك نجرح في عدد من الاشخاص وحتى شي واحد ما يوصل لي، او نبث واحد الخبر كاذب ضبط فلان الفلاني في جلسه كذا او لا كذا، وياخذها واحد من عندي وهي كتمشي وتتنتشر في فيسبوك، ولكن ما كاينش. هنا رجعنا الحديث ربما عليها. تكلمنا على الجريمه، نتكلموا على المجرم الالكتروني. عندنا تعريف للمجرم الالكتروني، واش هو القرصان اللي هو معروف الهاكر الاسود؟ المجرم الالكتروني هو شخص اللي عنده المام، ماشي دائما المام عميق، معناتها المام غير بسيط بالمعلومات، لان التقنيه ديال الهاكر حاليا هي تقنيات جد بسيطه، تلقاها في الانترنت. يعني عندنا واحد دائما واحد التفكير بان الهاكر هو الشخص اللي عنده امكانيات وعنده كفاءات كثيره، ولكن لا، يعني بعض المرات تلقاه غير انسان عاديين. المجرم الالكتروني هو شخص اللي عنده المام قليل ولا كثير اختلاف، اللي عنده بعض المرات ايديولوجيه باغي يدافع على معتقدات، اللي يمكن له باغي يدافع عليها عن طريق الانترنت وعن طريق هذاك تيتسمى النضال الالكتروني في عرف هؤلاء الاشخاص. هو يعني هذا فقط ديالهم مثلا، القانون من تكون قضيه تكون تعريف اخر، دونك خصنا نكونوا حذرين بهذا الاتجاه. هذا كاين عاوتاني الناس اللي عندهم، يعني المجرم اللي عنده تعمل الاجرام على ود باش اثبات الذات ديالو، لانه باغي يبين بانه تيعرف يدير وبانه يمكن له يدير. وهذه الاشخاص موجودين بزاف في المغرب، لانهم تلقاوهم تلاميذ يعني 14 سنه 15 سنه عندهم باكالوريا تيوجدوها، وفي نفس الوقت ينساقوا في هذا الاتجاه، لان بالنسبه لهم ما كاينش خطر، ما معينش، ما كاينش تحسيس بهذا الخطر. هذا الاب ديالهم تا هو ما حسيش بان الاولاد ديالهم يمكن يكونوا مجرمين في الانترنت وما عارفينش. كاين اشخاص اللي عندهم عاوتاني، ودابا كاين بزاف مع الازمه الاقتصاديه، المال، لان الجريمه الالكترونيه تتسهل بطريقه كبيره الحصول على الاموال بطريقه سهله. لان مثلا نفرضوا واحد الشخص، نعطي مثال يعني بسيط، باغي يسرق بنكه، باش يسرق البنكه خصو يفكر انه غيمشي بالليل، غيجي مع ادوات، غيجي مع اشخاص، يدير خطه، يقدر يشوفوا العساس في الباب، يقدر يصوروا الكاميرا. دونك هناك عندك مخاطر اللي قد تخليه يفكر في الاخر انه ما يعملهاش، ولكن الا فكر بانه غادي يدخل البنكه عن طريقه الكترونيه
يمكن اللي عمل هذا الشيء 12 الليل جالس في الدار ديالو يشرب قهوه ويدخل للبنكه ويغير المعلومات ويربح الفلوس النقود بطريقه سهله. وبالتالي فالمجرم الالكتروني هو بعض المرات وفي غالب الاحيان يمكن ناكدوا عنده مخاطر اقل من المجرم اللي في الواقع باش نلقاه باش نعرفوه باش نلقاو عليه القبض. استاذ مروان الحجوجي دائما غنوصلوا في المساله ديال طبعا المجرم الالكتروني وهذا مجال اشتغالكم، واش ممكن نقولوا اليوم بانه وصلنا لدرجه الجريمه المنظمه او مازالين حيال يعني افعال افراد وكتسم بالطبع العشوائي والهاوي كما سماها استاذ مصطفى الشدائي؟ استاذه تنظن ان كاين واحد جوج او ثلاثه النقاط اللي نبغي نعطي تعقيب عليها. فمثلا لما تنقولوا المجرم المعلوماتي، المجرم المعلوماتي في نظري انا الشخصي اللي كنتعامل مع هذا النوع من القضايا يوميا، تنظن ان المجرم المعلوماتي بالنسبه لي انا هو شخص يخالف القانون ويعتمد على التقنيات الحديثه. هذا تعريف. يعني تعريف مبسط بالنسبه لي. هناك بعض التعريفات التقنيه على اساس انني مهندس في الاعلاميات نقدر نعطي بعض التعريفات التقنيه اللي ما كتنفعنيش في 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 في, في, في الدومين ديال الخدمه ديالي، ولكن لا باس ان اقول ان اعطي امثله. فمثلا لما تنقولوا الهاكر، مثلا هناك انواع ديال الهاكر، فهما كيصنفوا راسهم على شكل انواع. كيقولوا مثلا هناك الوايت هاكر وهناك البلاك هاكر. على سبيل المثال شنو هي وايت هاكر وبلاك هاكر؟ وايت هاكر هو الانسان او الشخص، وهو في اخر المطاف بالنسبه لي انا راه مجرم معلوماتي، اللي كيدخل لنظم معالجه آلية للمعطيات او مواقع الكترونيه بغيه كما قال الاستاذ باغ بليزير لاثبات الذات ولا يتسبب في ضرر. هذا يمكن تصنيفه من واش غادي نحطوه على نفس يعني طبعا بالنسبه لي نفس اخترق موقع الكتروني فهو خالف القانون. ويمكن الاستاذ عندي واحد التعقيب، لان الوايت هاكر حنا كنستعمل الوايت هاكر في الخدمه ديالنا، ولكن الوايت هاكر شنو هو؟ انسان اللي عنده امكانيات وعنده كفاءات واللي تتعيط له عن طريق يعني عنده مهمه واللي تم اتفاق مع الشركه المعنيه والاداره المعنيه انه يشتغل معك باش يشوف شنو هي الهشاشه ديال البنيه المعلوماتيه ويحل المشاكل. هذا الاختراق الاخلاقي يسمى يعني هناك توقيع ديال المعاهده ديال الحفاظ على السريه. ما كنتكلمش على هذا السؤال. هو تسمى راسه وايت هاكر يعني فيزيكال هاكر. لا انا كنهضر في الجانب ان الانسان قام باختراق او ولوج نظم مبدا الاختراق يعني مبدأ اختراق. طيب اليوم حنا امام المنظم او ما زلنا في الهاوي والعشوائي؟ بالنسبه لنا تنظن أن المسألة بسيطة جدا، لأن في المغرب هناك بعض الحالات اللي كيكون إنسان تقوم باختراق أو تقوم قصد جني أموال مثلا ويقوم بولوج أنظمة معلوماتية للأبناك مثلا ومؤسسات مالية، فهنا نقدروا نتكلموا على الفردي. ولكن لما يتعلق الأمر بجريمة كما قال الأستاذ، جريمة مثلا كجرائم الإرهاب وكتكون عبر الانترنت وفيها منظمه اذا صح التعبير، يعني كل شخص في هذه المنظمه يقوم بدوره. فمثلا كاين اللي كيدير الاستقطاب، كاين اللي كيدير التمويل عبر الانترنت، كاين اللي كيدير التاطير. اليوم في المغرب في اين اتجاه نسير؟ يعني شنو اللي كثر؟ واش هذا الجانب الهاوي ولا الجانب المنظم؟ المنظم موجود ماشي ما موجودش، ولكن الاكثر من طبيعه الحال هو الجانب الهاوي. طيب عندنا يعني تكلمنا ربما على المجرم ونتكلموا على الضحايا. استاذ حاتم بكار كما قلت قبل واكدتوا بانه لا احد في منأى عن الجريمه الالكترونيه وبان ضحاياها مؤسسات وكذلك افراد. يعني اشخاص في حياتهم العاديه. نعم انا غير سمحتي لي استاذ ايمن لانه ضروري التاثير القانوني تيظهر لي في هذه النقطه من النقاش، ما كاينش معالجه لهذه الظاهره بشكل مباشر. الاخطر من ذلك وهنا هذه المساله هذه سولف واحد البروبليماتيك كبيره، حتى ولو عينا الجريمه وحتى ولو حدناها ولكن راه كاين مشكل ديال الاثبات. كيفاش غادي كيفاش غتكون عندنا انتراسابيليتي سي سني دي موان تكنيك اللي هما خصهم يكونوا افونسي بزاف؟ اذا كيفاش غنثبتوا باللي هذا الشخص هو اولا المرتكب الفعل، ثم العلاقه السببيه؟ لان هذا القانون الجنائي مبدا الشرعيه لا عقوبه ولا جريمه الا بنص. وانا هنا فين كنختلف مع الاستاذ مروان، مع كامل احترامي للدور اللي كتاديوه كنختلف معك في التوسع في هذا المفهوم، لان كنتكلموا على حريات المواطنين. المقاربه الامنيه على راسي وعيني تيخصنا نحافظوا على الامن ديال المواطنين ودور سامي اللي كتقوموا به، ولكن خصنا نحققوا التوازن بين الحريات الفرديه والحريات الشخصيه وكذلك المصلحه العامه. وهنا في المشرع غير موفق نهائيا، لانه كيفاش غادي نثبتوا بلي هذا الشخص هو اللي ارتكب الفعل الجرمي وان هذا الفعل الجرمي هو اللي ادى لهذا الضرر المباشر؟ ربما غيجاوبنا على هذا السؤال السي مروان الحجوجي، يعني هو اللي غيقول لنا كيفاش كيتاكدوا بان هذا الشخص هو اللي قام بهذا الفعل ممكن، ولكن خصنا نبقى لي معطى واحد اللي هو الضرر.
القيمه ديال الضرر، لانه في اغلب الحالات الا تجاوزنا المساله ديال البيغاتاج دي كارت بانكير مثلا كنمشيو بلا ميسير وكنستعملوه اون بيغات دي كارت فيرج وكندخلوا فيهم بيانات، الا تجاوزنا هذا الجانب المادي الضرر معنوي كيفاش غادي نقدروه في التشهير في الجرائم اللي منصوص عليها في القانون وتستعمل فيها اليه تكنولوجيه، كيفاش نقدروها؟ الى الان المشرع غير قادر على احتواء هذه الظاهره، سواء منها المنظمه سواء منها اللي هي الحدث العارض، غير قادر. والضحايا الان في هذه اللحظه اللي كنتكلم معك يمكن ان نكون ضحيه، وانا ما عارفش كيفاش غنعالجها، وانا سبق لي كنت ضحيه على الفيسبوك، ولكن ما تهمكنش. انا نقول لك انا كمتخصص اجد صعوبه في التعامل مع المعطى القانوني كمتخصص، فما ادراك المواطن العادي اللي عنده لي سون بازيك. اسمح لي كاين تقصير كبير. طيب نبغي نواصل من هذه الفكره ونركز في هذه المساله ديال يعني عندما يكون الفرد هو الضحيه، يعني عندما يكون هناك مس او لا تشهير او لا اساءه، هنا ربما غادي ناخذ الموضوع من وجهه نظر اجتماعيه، التداعيات الاجتماعيه والنفسيه اللي ممكن تحصل من يكون تشهير وإساءة إلكترونية في مجتمع فيه الأمية المعلوماتية. المغرب لو تيليفون أغاب مارش تخي بيان أونكور ميو كو الفيسبوك، بمعنى أن إن فوا سمحوا لي لا تردد بالفرنسية، لأن غير تحط في فيسبوك غتوصل وغادي تنتقل وغتكون غيكون ضرر قوي كبير على الجانب السيكولوجي. وهذه يا أستاذ راه جريمة سيكولوجية، لأن صعيب نثبتوا الجريمة السيكولوجية، بمعنى أننا باش نضبطوا الجريمة لأن نسي أوتراج أوتخوي، السب والشتم إلى آخره، مع العلم وهذا الشيء الخطير جدا. الخطير في هذه المسألة وهو أن هذه الجريمة الإلكترونية هي مرتبطة بحقل يتطور باستمرار وبسرعة البرق، والقانون يمشي كسلحفات كيمشي لمشي هذه الببوشه، بمعنى ان المشرع ليس هو من يخترع وهذه يمكن ربما اكت مونكي، يخترع القوانين بقدر ما يحاول ان يتماشى مع الواقع، ان يلاحق الواقع، ان يلاحق الواقع. طيب اي تداعيات اجتماعيه ونفسيه؟ يعني تداعيات نفسيه ديال الواقع، يعني الناس صعيب مثلا تقنع الشخص اللي ما عمرو قرب من الانترنت وما تعامل مع الحاسوب، لانه ممكن يكون فيديو مثلا مفبرك او لا صور فيها الفوتوشوب، يعني هنا طبعا صعيب. حينما نتحدث عن مجتمع فيه الاميه المعلوماتيه دائما، وهذه على مستوى العقليه المغربيه ربما، دائما الاشياء التي تكون لها تداعيات كبيره على المستوى السيكولوجي هي المرتبطه بالشرف، مع العلم هناك اشياء اخرى ربما لا نفسرها على انها كذلك هي مرتبطه بالشرف، بمعنى تشهير غالبا بالنساء وغالبا باشياء ربما بالفضيحه الى اخره، ودائما نربط في اذهاننا بان الضرر ياتينا من هذا الجانب فقط، وهذا ربما نظرا لعقليتنا. لذلك فانا اعتقد هناك اشياء اخرى لها تداعيات كبيره جدا، ولكن لا تحضر في ذهني المتلقي ولا تحضر في ذهن المجتمع، بمعنى انها بمعنى ان المصيبه هي ان بمعنى من المعاني هي ان اصور مثلا في حاله معينه او يكون هناك صوره مفبركه، صوره فيها مثلا قضايا الجنس او شيء من هذا القبيل، هذه هي الفضيحه، مع العلم هناك فضائح اخرى، بمعنى ولكن لا استحضرها في ذهني كفضيحه، وبالتالي فالتشهير يبقى هو السمه الغالبه في المجتمع المغربي حينما يتعلق الامر بالجريمه الالكترونيه. ومعنا طبعا حاضر في بلاتو بدون حرج كيف ما قدمناه السيد الكبير حماد، رئيس جمعيه ضحايا الويب كام وعدم المس بالملكيه الفكريه. مساء الخير. مساء الانوار. انتم كجمعيه طبعا متواجدين منذ سنه 2007، والهدف ديالكم هو انكم تساعدوا هاد الضحايا ديال الويب كام انهم يعني تعاونوهم انهم يحيدوا الفيديوهات او الصور الماسه بهم من المواقع الالكترونيه. من 2007 اليوم واش كتلاحظوا كاين ارتفاع في عدد هاد الجرائم من خلال العمل ديالكم او هي الى انحسار؟ في الاول كانوا الضحايا اكثر، انا كنقدر نقول بان بالنسبه للويب كام تراجعت شويه الضحايا. علاش؟ لان في الاول كان جهل معلوماتي كبير، كان لان ما كانوش كيعرفوا بان راه يقدر يسجل لك واحد باللوجيسيال كام ستيديو ولا الى اخره، وما كان يعني الناس ما كانش عندهم واحد الدرايه بالانترنت. ولكن في الاخير يعني من ذاك الحمله اللي درناها حمله كبيره يعني نسبيا اعطات الاكل ديالها وبدا تراجع، بدينا كنشوفوا غير فيديوهات عاديه، يعني مثلا ما بقيناش كنشوفوا في الاول، كنا كنشوفوا ان مثلا فتاه كتعرى ومن يعني حنا تواصلنا مع عده ضحايا كيكون السبب انهم مثلا باغيين كيقول لك راه وعدني بالزواج وبغى يشوف الشكل ديالي، يعني كتكون يعني ما كتكونش نيه مبيته ديال الفتاه. طيب كتاكد بان العنصر النسوي هو الضحيه الابرز لهذا النوع من طبعاً الجرائم؟ من خلال كاع الرسائل اللي كنتوصلوا بها، يعني نقدر نقول لك ان 85 حتى 90% الضحايا ديال العنصر النسوي،
طبيعة المجتمع الشرقي هو مجتمع ذكوري الى اخره، سواء من المغرب من الجزائر تونس الى اخره. وهذه المساله كيكون الهدف منها يعني الابتزاز او التشهير فقط بالسمعه او يعني الاساءه، شنو الهدف الاساسي اللي كيكون كيحرك هاد الاشخاص اللي كيقوموا بهاد مشاهد الفيديوهات؟ من خلال الدراسه ديالنا لجميع الحالات اللي شفت انا شخصيا، كاين تقريبا يعني ثلاثه الحالات اللي كاينين بشكل كبير. كاين الحاله الاولى هي يعني كتسمى الانتقام. يعني كيكون مثلا هو معها في علاقه واحد الوقيته، كيكون هو ديجا مسجل الفيديو ديالها، وهي في اللحظه فاش كتسد عليه ولا كيستعمل لك يلقى يهدد هذه نشر لك الصور ديالك، هذه نشر لك. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه وهي يعني كيكون يعني الابتزاز، واللي كيكونوا هادو كما تكلمتي انت كيكونوا منظمين، وهذه هاد الحالات لقيناهم بزاف. عصابه كيكون واحد كيتقن اللهجه الخليجيه، واحد يتقن اللغه الفرنسيه، واحد يتقن اللغه الانجليزيه، يعني كيمشي كيشوف مثلا البنت اللي كيشوفها راه مثلا كتقلب على خليجي كيهضر لها باللهجه الخليجيه، البنت اللي مثلا كتقلب على واحد فرنسي ولا اوروبي ولا كيتكلم لها بديك اللهجه. هنا كتكون عصابات يعني ديال المغاربه، يعني وكيشاركوا فيها اربعه خمسه الاشخاص، وكيطيح كاين كيسقطوا الضحايا ديالهم، ومن بعد من كيسقطوا الضحايا ديالهم كيبقى يقولوا لهم صيفطنا، غادي تصيفطنا الفلوس هاك الطريقه كيفاش غادي تصيفطها. وهذه حالات اللي تواصلت معهم الجمعيه ديالنا وتاكدنا من داك الشيء. يعني هذه الحاله الثانيه. والحاله الثالثه كيكون يعني كما تكلمنا شي وحدين، يعني تيكون غير تهور. تهور يعني بعض الشباب كيتهور كما تنقولوا قلس ما يدار وكيبقى ينبش الى اخره. وهاد الضحايا كيكونوا في حاله نفسيه، يعني ملي كيتصلوا بكم كيفاش كتكون هاد التداعيات على علاقتهم باسرهم، على يعني كيفاش كيعيشوا هاد التجربه ديال انهم يوقعوا ضحايا جرم الكتروني بهذا الشكل؟ على حساب الحاله اللي شتنا، يعني صراحه الحالات اللي كانت دمروا بها نفسيا وتاثرت عليهم الى ان وصلوا شي وحدين لدرجه انهم يفكروا اما يخويوا المغرب ولا ينتحروا، هما اللي تسقطوا في الفخ وانهم ظهروا شبه عاريات. هذه هما اللي دمروا بزاف. وكاين الحالات اللي متوسطه وكاين الحالات اللي شبه عاديه، مثلا بنت كتكون هكا دايره كاع تاع الحجاب ولا الدره وكيصورها وكيدير عنوان ساقط باش يبغي يشوهها. شكرا على مداخلتك السي الكبير حماد. طبعا هذا الجانب اللي خاص بالإساءة وبالتشهير واللي كتستهدف اساسا النساء هو جانب عنده تداعيات وعنده كلفة اجتماعية ونفسية كبيرة جدا، واللي يعني هو يقتات كذلك على الجهل بالخطورة ديال تنظن بان كما الجريمة الإلكترونية تمشي بتدرج، يعني بدينا بجريمة إلكترونية عادية ومن بعد جريمة منظمة حتى الوعي غيمشي بتدرج. يعني الإنسان يعني الشعب المغربي في الأول استعمل الإنترنت كجميع الشعوب لأجل الدراسة ومن بعد لأجل المتعة، فتعرضوا للناس يعني عمليات يعني نصب وحتي عن طريق الإنترنت، والآن كاين واحد الوعي غادي يكبر. غير هو السرعة ديال هذا الوعي هذا ما يمكنناش نتسناو بهذه الطريقة اللي غادي بها حنايا، نتسنى بأن هناك عندها يعني كاين مسؤولية ديال الدولة ديال السلطات اللي تسريع هذا الوعي هذا، لأن خصنا حملات توعية، خصنا تحسيس، عندنا قوانين. تنظن بأن المشكل ماشي مشكل القوانين، المشكل هو تطبيق هذه القوانين. تناخذ مثلا القانون 08/09/08، قانون مزيان خدينا على عند فرنسا ودرنا واحد الكوبي كولي، ولكن واش حنا قادرين نطبقوه؟ القضاة ديالنا مازال ما مكونينش في هذا المجال، هذا المحامين ما مكونينش في المجال. غادي نختموا طبعا بالمداخل ربما ديال تطويق الانجع. معنا عبر الهاتف ودائما في سياق التداعيات الاجتماعيه والسيكولوجيه معنا سميه. مساء الخير سميه. مساء النور. باختصار انت تعرفتي على احد الاشخاص ودارت بينك وبينه محادثه استخدمت فيها الكام، ومن بعد فوجئتي بفيديو المحادثه في احد مواقع تسهيل الدعاره مرفق بايميلك الشخصي. كيفاش عشتي هذه التجربه؟ عشت التجربه، عشتها كانت واحد التجربه خايبه في حياتي، حيت ما عمرني ما تصورت ان غادي نهضر محادثه عاديه وغادي نلقى راسي واحد الشيت اللي خايب وفي الايميل ديالي، والناس كاملين ولاو كيدخلوا على اساس هذاك الشيت انني واحد الانسانه ما مزياناش وممكن نهضر مع اي واحد وممكن ندير اي حاجه. من بعد تعرضتي ربما للتحرش، الايميل الشخصي ديالك بات بزاف بزاف من الناس، بزاف ماشي واحد ماشي جوج، اي واحد كيدخل ليا على اساس هذاك الفيديو اللي شاف، مع انه شاف شي حاجه عاديه ماشي زعما شي حاجه مخله للاداب ولا بالعكس، ولكن علاش؟ حيت هذاك السيد كاتب واحد لي مو خايبين عليا وعلى بلادي وعلى مدينتي، فهمتي؟ داك الشيء اللي ضرني انا اكثر. طيب على المستوى الاجتماعي الاهل ديالك ما وصلش علم عندهم بالموضوع؟
لا كنحمد الله ونشكره ما وصلتش، حيت في هذيك الفتره نيت في هذيك الفتره دخل عندي واحد السيد لقيته من واحد الجمعيه هو اللي اقترح عليا انه واش ممكن الا عندك الا بغيتي غيمحيني من هنا 24 ساعه الا قبل. قلت له الله اودي ودرت فيه الثقه حتى وعطيته الكود ديالي وعطيته كل شيء. فعلا كان ولد الناس من بعد 24 ساعه دخلت ما لقيتش راسي. هي الجمعيه طبعا ديال السي حماد الكبير، ولكن كيفاش عشتي هذيك 24 ساعه؟ هذيك 24 ساعه وليت كان بحال اللي شي وحده تشدات شي بيت ديال الدار ماشي في الانترنت ولا تخيلي راسك يعني كنقول كنخرج ولا غير مع الوالده ولا غير في الدار كنقول كل شيء عرفت شنو كاين. يعني واحد الحاله واحد النفسيه خايبه بزاف. كان عندك تخوف ان واحد من الاخوه ديالك او من العائله ديالك يكونوا طلعوا على هذاك الفيديو؟ كان عندي تخوف بزاف، كنقول لدرجه ان العقل ديالي تبلوكا وليت كنقول غير انهم غادي يحلوا الانترنت غنبان لهم انا، يعني العقل صافي تبلوكا ليا وليت كنقول لا اللي حل الانترنت غنبان له انا في الانترنت. شنو استفدتي من هذه التجربه سميه؟ من طبيعه الحال دابا ما كايناش الثقه، مع ان احنا كنا انا ملي دخلت ما دخلتش على اساس شي حاجه خايبه، يعني انسان كان كيجلس من الخدمه كان ما عنده ما يدار كتدخلي كتهضري مع ناس كتعرفي على ناس خصوصا ولاد البلاد، يعني كتقولي ما يمكنش واحد غادي يديرها بك. دابا لا دابا كتفكري الف مره، ما كنخدمش دابا بالكام نهائيا. علاش شاركتي معنا؟ علاش شاركتي معنا اليوم سميه؟ شنو رسالتك؟ ما شنو نقول لك، هذيك التجربه خايبه ولكن ما غناخدش عليها ان كل شيء الناس خايبين ما يمكنش، ولكن في نفس الوقت كيف كتكون واحد الحيطه ما كتثقش في كل شيء الناس، ولكن كتضطر الحاسوب ضروري. الحيطه ربما الحيطه هي الكلمه المفتاح والحذر والوعي. شكرا سميه على مشاركتك معنا، شكرا. تجاوزتي طبعا هذه المحنه بسلام، واكيد ان هناك ضحايا مازال عايشين هاد التداعيات. باقي كندخلوا باقي كنشوفوا ناس مساكن ولكن لا اله الا الله. شكرا. كنتمنى وانا دوك الناس ما يبقاوش. شكرا سميه. سي مروان الحجوجي طبعا ناخذوا يعني هذه الوقائع هذه ديال المس واش كتوصلكم؟ هنا شفنا العمل الجماعي، واش انتم كيوصلكم هذا النوع من بغيت نعقب واحد التعقيب. إذا لاحظتوا إلا لاحظوا الأساتذة الكرام، لهذه السيدة ما طرقتش بتاتا وما فكرتش بتاتا أنها تبلغ، رغم أنها تبلغ مثلا شرطة أو درك أو ما عرفتش أنا فين كتواجد، رغم أنها كانت كتعرض للابتزاز من طرف هذا السيد أو هذه السيدة اللي دارت لا كابتشور. هي مشات للعمل الجمعوي وما قصداتش الباب ديال الشرطة، هنا فين كاين المشكل؟ ماشي ما عرفتش، هذا واقع، هذا واقع ما يمكنناش نكروه. هو ان فعلا ما نقدروش نقولوا العكس، فعلا مع تزايد استعمال التقنيات الحديثه والانترنت خصوصا ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها، ولينا كنخدموا مجموعه من القضايا وتزاد العدد ديال القضايا في السنوات الاخيره، هذا واقع. ولكن دائما كتبقى عند الفرد او المؤسسه عندهم هذا العائق او هذا الخوف من انهم يلتجؤوا للقضاء. واش ما تيقنش في القضاء؟ واش ما تيقنش في اجهزه الامن؟ ما عرفتش. المهم هذا اشكاليه مطروحه، وحتى بالنسبه للمؤسسات، لان مثلا نعطي مثال بسيط كما قال الاستاذ، فمثلا شي واحد نعطي مثال انسان تعرض لو بيغاتاج ديال لا كارت بونكير ديالو، ديال البطاقه البنكيه ديالو، كيمشي لما كيتجه للبنك، المؤسسه البنكيه ديالو. المؤسسه البنكيه شنو كدير؟ غالبا ما تعوض هذا الانسان، يعني الا كان مشاو ليه الفلوس او لا شي حاجه تعوض ولا تلتجئ الى القضاء حتى لا يتم المساس بسمعتها، على السمعه وعلى الزبناء ديالها. فبالنسبه للمؤسسات هناك مشكل ديال السمعه، وبالنسبه للافراد هناك مشكل ديال السمعه والكرامه. اهلا بكم مجددا، انهينا الجزء الاول مع السيد مروان الحجوجي وسنواصل معه بالحديث عن استفحال ظاهره الاجرام الالكتروني وبالارقام. هذه المره تقريبا 112 قضيه بحثوا فيها هذه السنه بارتفاع 21% مقارنه بالسنه الماضيه. هناك ارتفاع في جرائم المال الالكتروني في مقابل تراجع الجرائم المرتبطه بالنشاط الارهابي، وكذلك ارتفاع في المساس بحياه الاخرين من عبر طبعا الانترنت. شنو القراءه اللي ممكن نديروا في هذه الارقام؟
اولا انا كنحييك لانك حصلتي على هذه الاحصائيات وبالارقام يعني اللي كتبت ان الجريمه الالكترونيه بصفه عامه في المغرب هي في تزايد مستمر، يعني الارقام كتتكلم على راسها. ثانيا اللي بغيت نوضح هو ان المديريه العامه للامن الوطني ماشي كتوقف مكتوفه الايدي امام هذا التزايد الكبير ديال الارقام. فاللي خص يعرفوا المجتمع المغربي هو ان كاين مجموعه كبيره من التدابير ومن الاستراتيجيات ومقاربه امنيه اللي كتتخذ من طرف سواء المديريه العامه للامن الوطني بصفه عامه او مديريه الشرطه القضائيه بصفه خاصه، لان كنتكلموا على جرائم الكترونيه. فأولا من التدابير اللي كتاخذ المديريه العامه للامن الوطني خلق مصالح وخلايا اللي كتستقبل من طبيعه الحال منها اللي كتستقبل شكايات المواطنين، منها اللي كتخدم الجانب التقني فقط، ومنها اللي كتخدم سور لو تيران يعني في الميدان. فيمكن لي نذكر مصلحه مكافحه الجريمه المعلوماتيه بالشرط بالفرق بمديريه الشرطه القضائيه بالرباط في المديريه المركزيه، ايضا استغلال الاثار التكنولوجيا لي تخص تكنولوجيك دائما في مديريه الشرطه القضائيه في الرباط، على مستوى الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه اللي عندها تخصص على مستوى التراب الوطني. هناك خلق خليه اللي كنشتغل فيها انا اللي هي خليه مكافحه الجريمه المعلوماتيه، ايضا هناك مجموعه من الخلايا اللي طيب اي شخص اي جهه اي مؤسسات عرضت او اعتبرت نفسها ضحيه جريمه معلوماتيه يمكن تمشي تبلغ في اي قسم من اقسام الشرطه القضائيه يعني بشكل عادي بحال اللي كتبلغ على جريمه عاديه. هي الجريمه الالكترونيه هي جريمه عاديه ولكن عندها خصائص اللي كتميزها، ولكن من ناحيه الاطار القانوني الانسان كيتقدم شكايه للسيد وكيل الملك او النيابه العامه المختصه بصفه عامه، واللي كيرسل بدوره تعليمات للشرطه القضائيه، وهنا كيتكون عندنا اطار قانوني اللي كيمكننا اننا نتعاملوا مع هذا النوع من القضايا مثلها مثل جميع القضايا الاخرى. فالدور ديالنا حنا مثلا الى وقعت قضيه اللي تكلفت بها الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه، فحنا كنقوموا بدراسه تقنيه وكنقلبوا كما قال السي حاتم على هي فعلا صعوبه كبيره اننا نلقاو الدليل المعلوماتي، هذه كتبقى صعوبه كبيره جدا، ولكن حنا كنحاولوا بالادوات اللي عندنا وبالاشخاص اللي عندنا وباللي هما اطر مكونه في هذا الميدان هذا، وكنحاولوا اننا نلقاو ونجمعوا طيب الادله. طيب الاطر كفاءه والاليات الموجوده يعني تكنولوجيا حديثه كتضاهي التكنولوجيات المتداوله في العالم؟ احنا من ناحيه ديال الادوات والبرامج اللي كنستعملوا فتنظن اننا ما عندناش خصاص من هذه الناحيه هذه كشرطه، لان فيما كانوا لا اقول اننا اي نوع من انواع الجريمه المعلوماتيه فنحن قادرون على تجاوز الصعوبات ديالها، ولكن فيما كنحتاجوا مثلا ادوات جديده او تكوين جديد ماشي بالضروره الادوات تكوين جديد فنحن يستجاب لطلبنا بالقبول. طيب غنواصل طبعا مع الاستاذ حاتم بكار. انتقدتي القانون، نشوفوا الان يعني التطبيق ديال هذا القانون، شنو بالنسبه لك مواطن الخلل في التطبيق؟ يعني ملي كتوقع القضيه وملي كتعرض امام القضاء كيف كتشوف التداول؟ واش سبق القضاء يعني اصدر طبعا احكام في هذا النوع من القضايا؟ كيفاش كيتداول القضاء هذا النوع؟ هي ما تتخرجش من القاعده المتداوله من الغربه يقولوا بقطح الخيمه خرج مايل، لان يعني الممارسه القضائيه والتطبيق القضائي مرتبط بالقانون. احنا عندنا مشكل خطير في القانون. اولا القانون باش يكون قانون سليم خصو يكون نابع من لو تيغام الواقع، انه كينضمن واحد الظاهره. اوخ حنا في المغرب هذا القانون اللي كيأثر لنا بين قوسين الجريمه الالكترونيه نابع، وهذا في تقديري الشخصي، نابع اولا ان المغرب ماشي من الواقع، ولكن اكثر مما هو ان المغرب مرتبط باتفاقيات مع دول معينه، وباش يكون تسهيل وباش انه باش المغرب يتعاملوا مع هاد الدول تيقولوا خصك تكون عندك كيد شارج، خص يكون عندك قانون لحمايه كذا ودير لنا مؤسسات كذا، فهو مخاطب به هاد الاجنده هذه اكثر ما هو معالجه الواقع. هذا الاشكال الاول. ثم الاشكال الثاني على المستوى القانوني هو ان كل قانون قانون الا وكي كتتبعوا ماده خاص نوجدوا البنيه التحتيه نكونوا الاطر، فهذا وحنا في المغرب تنعيشوا واحد الازمه معينه، فبالتالي منطق الاولويات كيحكمنا. والجرائم الالكترونيه ماشي اولويه على المشتري عن خطا، ماشي لانها ماشي ليست اولويه بالواقع، عن خطا عن جهل بالظاهره، فهذا المشكل القانوني. الان الممارسه القضائيه
المرسلة القضائية كاين نقص في التكوين عند الناس المختصة أولا، ثم اللوجيستيك ما كاينش، ثم الموارد ما كايناش، وحتى بالنسبة للمراكز الجهوية لمعالجة أو مراقبة الآثار الجرائم الإلكترونية. إلى حدود الآن كاين المركز ديال فاس والذي يعالج أولا اختصاص ترابيا فاس، تازة، حسيمة، تطوان، مكناس، وحتى تالين يولي عنده المشكلة هذه، حنا تنقولوا عابرة للقارات. عابرة للقارات، فحتى حدوديا ما كايناش. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاختصاص ديالها فين كيتحد؟ ما يمكنش يكون عندهم خاص، لانه دائما الاشراف ديال القضاء خاص يكون تحت النيابه العامه، هي المشرفه على اي بحث. فلما انا عندي مشكل في فاس غنمشي للبوليس ديال فاس، والبوليس ديال فاس غادي يبحث تحت الرقابه ديال السيد وكيل الملك ديال فاس. فما يمكنش يجيني واحد من الدار البيضاء تحت اختصاص. المهم كاين تجاوز مستاري الان في المساله من اجل الاجراء ديالها، فتنقولوا يشعر السيد وكيل الملك ويضع نفسه رهن اشاراته وكيعالج، ولكن هذه كلها اختلالات. انه حتى المنطقه الاولويات مرفق قضاء، حنا عندنا مناظره الان لاصلاح العداله، راه يعيش ازمه فعلا ازمه حقيقيه. اذا ملي تتمشي انت وكذلك في الحديث مع مولاي مصطفى، تتمشي عند بوليسي اش غتقول له؟ واحد بيراط لي الكونت فيسبوك ديالي ودير تصاور وكيديروا هذا الشيء، يقول لك هنينا من هذا الشيء. عنده 800 مسطره فيها حواديت السير وفيها السلاح الابيض وفيها الاعتداء، وعنده اجر خسر السيد وكيل الملك، كتجي تقول له داو لي فيسبوك ديالي. ترى واقع. لا هذا واقع معيش، هذا واقع. اسمح لي، يمكن وانا احترم رد الاستاذ، ولكن هذا واقع معيش كنعيشوه. يعني منطق الاولويات، منطق الاولويات غنرجع لك في التعقيب بسرعه التعقيب على ما قاله تعقيب مره اخرى على ما اقول الاستاذ، لانه ذكر المدير العام للامن الوطني. فانا فعلا متفق معك، لما كت الانسان مثلا وقع عليه مشكل في ما نقولوش فاس اللي فيها مركز جهوي، نقولوا مدينه اخرى مثلا مراكش، كيمشي الشرطة ديال مراكش، ما كيمشيش الشرطة للفرقة الوطنية الشرطة القضائية أو لا الشرطة ديال الرباط. ولكن ما تنساش بأن التقنيين ديال المديرية العامة أو مديرية الشرطة القضائية كيرافقوا ضابط الشرطة القضائية اللي كاين في مراكش في البحث ديالو، راه ماشي كيخليوه هكا كيخدم إلا ما كانش عنده اختصاص. هذا من جهة أخرى، فهناك مشروع اللي كنكونوا الآن الناس غادي يكونوا ان شاء الله مختصين في جميع المراكز الجهويه ديال ولايه المملكه. بسيط لان بسيط جدا، هو انه حنا في المغرب كمستهلكين ومبتدئين وهويين، ماشي غير في الشق ديال المستعمل للاله ولا المسمول الالكترونيك، حتى الذي يمكن ان يراقبه مازال هاوي، بمعنى حتى اللي كيراقب كنلعبوا بهذه الاله، مازال كنكتشفوا فيها واحد النوع الاكتشاف. لذلك الا مشى قال لهم راه مشى لي الكونت فيسبوك، راه تقدر تكون جريمه خطيره، بمعنى ان انتحال صفه شيخ وتشهير وغادي، ولا خو تيقولوا لا راه كتلعب، بمعنى راه غير اللعب هذا الشيء. مازال الناس كيعتقدوا بان هذه ما وعيينش بالخطوره. طيب الجانبين غنواصل ربما مع السي هشام الاشقر خصوصيه الجريمه الالكترونيه لابطالها مغاربه. حنا عندنا واحد الصيت ديال المغاربه والقراصنه المغاربه متداول في العالم، واش هاد المساله صحيحه؟ يعني وكاين فئات الشباب اللي كتفتخر بالقدره ديال الهاكرز المغاربه. اولا تنقول بان المغاربه عندهم كفاءات يعني جد متطوره في جميع المجالات، يعني هذه مساله مهمه. وحتى في الاعلاميه تلقاو يعني عندنا هاكر اللي مزيانين مستوى ممتاز. المشكل اللي واقع هو المستوى الممتاز خصو يطبق ويستعمل لصالح يعني صالح الوطن، لصالح الاداره، لصالح المواطنين. دونك هاد الهاكر اللي عندهم سيت واسع تنقولوا بانهم مزيانين، خصهم نلقاو واحد الاطار فين يعملوا. عندنا الشرطه القضائيه يمكن لهم يعتمدوا على الاشخاص هذو بواحد الطريقه اللي تكون تطرد الجميع، باش ما يكونش هاد الناس هادو غير اشخاص خارج القانون، لان هناك واحد الخط احمر ديال الهاكر اللي يمكن بسهوله انه يدوز للجهه الاخرى. راه هو في الاول باغي يدافع على قضيه وطنيه، باغي عنده واحد الافكار، ولكن غدا اذا بان الافكار ديالو تبدلات واش غادي يدافع على الاتجاه الاخر. فبالتالي الهاكر المغربي عنده صيت، عنده قدرات اللي خصنا نستغلوها وخصنا تعاوننا، لان تقول لي 120 قضيه اللي تطرقنا لها مزيان، ولكن الرقم هذا مع القضايا اللي تنشوفوا حنايا في الشركه ديالنا رقم يعني يبقى ضئيل جدا بالنسبه للمشاكل اللي وقع. لان تنشوفوا هنا ما نهضروش على الاشخاص، نهضروا على الادارات، نهضروا على الشركات الكبرى اللي عندها مشاكل كبيره في الهشاشه المعلوماتيه. وبالتالي هذا باش كنا نساعدوا باش كنا نعاونوا، كل حنا محتاجين لهاد القراصنه ولهاد الناس هادو باش نقلوا هذا الاطار اللي ماشي سهل، ولكن نلقاو واحد الاطار باش نخدموا فيه. طيب كنتكلموا على القراصنه المغاربه وعلى كفاءه القراصنه المغاربه، ومعنا واحد طبعا المجموعه اللي هي مجموعه قوات الردع المغربيه اللي خلقات الجدل اللي كيتكلم عليها يعني كيتكلموا عليها الناس، وكل واحد عنده موقف من
منها قوات الردع المغربية اللي اعتبرت بأنها تقوم بما يسمى بالنضال الإلكتروني عبر اختراق عدد من المواقع في وأضع هذه الجملة بين قوسين نصرة للقضايا الوطنية والدفاع عن السيادة المغربية. ومعنا عبر الهاتف خالد باسم الحركي ديالو جيكتار، هو المتحدث باسم قوات الردع المغربية. مساء الخير خالد. مساء الخير أستاذة إيمان وتحية لكم والطاقم ولجميع الضيوف. أنتم كتقدموا نفسكم بأنكم كتقوموا بنضال إلكتروني، ربما نقدر نتفهم بأن القضية أو لا بأن الغاية هي غاية نبيلة، ولكن الوسيلة تبقى غير قانونية سي جيكتار. حنا في قوة الردع المغربية كنشوفوا مجموعة ديال المسائل اللي هي كتمس السيادة المغربية وكتمس الثوابت ديال المملكة المغربية، فبالتالي كمواطنين مغاربة كان علينا ولازم علينا أن نقوموا واحد القوة إلكترونية أو واحد جناح إلكتروني سمي افتراضيا بقوة الردع المغربية. الهدف منه هو أنه يقوم برد هاد الهجومات اللي كتتم على المواقع المغربية وأيضا على الشخصيات المغربية وأيضا على الثوابت المغربية بجميع أشكالها. قمتوا باختراق عدد من المواقع ديال عدد من البلدان اللي اعتبرتوها أساءت المغرب ومست بوحدته الترابية، وآخر ما قمتوا به أنكم استهدفتوا مواقع كاتالانية من بعد المباراة ديال الكلاسيكو اللي حضر فيها الجندي الإسرائيلي جيلعاد شاليط. هناك ما يعتبر بأنه هذا مجرد طيش الشباب وبأنكم كتسيئوا القضايا الوطنية والقضايا العربية والإسلامية أكثر من أنكم كتخدموها. شنو لا بالعكس بالعكس أستاذ، احنا نحن لا نخترق إلا بعد كنشوفوا أولا أن حتى الدبلوماسية المغربية في بعض الأحيان كتكون فاشلة. احنا قبل أن نخترق مواقع الكتالونية اخترقنا المواقع القطرية واخترقنا المواقع الكويتية ردا على الإساءة للمرأة المغربية وردا على بطل الخارطة المغربية من الصحراء ديالها في الألعاب العربية في قطر. مجموعة هذه الأحداث اللي وقعت في العالم كان لازما أننا نرد الاعتبار، والدليل على هذا أننا حصلنا على اعتذارات رسمية، والفضل لهذا يعود إلى قوة الردع المغربية. ولولا قوة الردع المغربية ما كانش غادي يكون هذا الرد، وما كانش غادي يكون أنه هناك تراجع في مجموعة ديال المواقف. طيب المواقف العربية سي جيكتار، كتستخدموا احيانا كلمات خادشة للحياء ملي كتخترقوا بعض المواقع، هذا طبعا غتجاوبني عليه. وكذلك كاين واحد المسألة أساسية كترتبط بهذا العمل ديالكم، انتم اشخاص ربما نخافوا منكم لان اليوم كتوجهوا العمل ديالكم في اتجاه مواقع أجنبية، وطبعا وهذه مسألة كتبقى غير قانونية، ولكن تقدروا تمشيوا في الإجرام الإلكتروني يعني كل ما هو سرقة وكل ما هو تشهير وإساءة، او لما نخافوش منكم؟ الأخت إيمان، هو أننا أولا لا توجد هناك أي كلمات اللي هي خارج الحياة في الصفحة ديالنا، ماشي في الصفحة ديالكم، في المواقع التي تقومون باختراقها. في المواقع التي نقوم باختراقها غالبا ما كتكونش هناك كلمات خارج الحياة، ولكن كتكون هناك عبارات اللي كتلعب على النفسية ديال المواقع اللي أصحاب المواقع المخترقة. هذا وهذه مساله اللي كتعلق بما يسمى بسيكولوجيا الهاكر في العالم. بالنسبه للشق الثاني من السؤال ديالك، هو اننا نعتبر نفسنا احنا هاكر اخلاقيون، يعني اننا ننتجوا الجريمه الالكترونيه المنظمه او الجريمه الالكترونيه اللي كتستهدف مجموعه ديال الاشياء اللي هي سلبيه في هذا المجال. هذا من السهل على الجميع، ولكن احنا اختارينا هذا الطريق هذا باننا ندافعوا واننا نناضوا من اجل واحد القضيه اللي هي وطنيه، واحد القضيه اللي كتهدف الى 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 الدفاع عن الثوابت الوطنيه. اما مساله اننا ننتجوا الى الجريمه الالكترونيه فهذا من ابسط المسائل اللي ممكن ننتجوا لها، ولكن كتكون بصفه فرديه. ولكن القناعات ديالنا لا تسمح لنا بهذا، لانني انا شخصيا ممكن انني نقرصن مجموعه ديال البطائق الائتمان وندير منها ثروه الى غير ذلك، ولكن الضمير ديالي لا يخول لي انني ندير هذا المسألة. طيب علاش يعني جهودكم انتم تقريبا مئات الاشخاص قلتي لي ومنتشرين عبر العالم، علاش ما تمشيش جهودكم بتنسيق مع الجهات الرسميه في خلق الأمن الإلكتروني وفي حماية الأفراد والمؤسسات عبر ما يسمى مثلا بالاختراق الأخلاقي؟ احنا ما عندناش مشكل باننا نتعاونوا باننا نعطيو ونفيدوا البلاد ديالنا، لاننا احنا هذه بلادنا وكنغيروا عليها وبغينا تبقى تكون بلاد ديال الامان، ولكن للاسف لا يوجد هناك تواصل. شكرا على مشاركتك معنا سي جيكتار، هذا الاسم الحركي ديالك، المتحدث باسم قوات الردع المغربيه. غنتحول سي مروان الحجوجي، كيفاش كتنظروا لهذا؟ المغرب هو دوله ينتمي الى المنظمه العالميه، فما تنظنش انايا بان دفاع الوطن
وحنا كلنا وطنيين وكنا كننتبهنا هذه الاحاسيس ديال الغيره على الوطن. ربما انا كنتكلم معك دابا وانتبهتني هذه الاحاسيس ديال الغيره على الوطن، ولكن ما تنظنش بان الدفاع على الوطن يكون باشياء غير مشرعه قانونيا. هذه اولا. ثانيا خاصنا نعرفوا بان المديريه العامه للامن الوطني او الاجهزه الامنيه بصفه عامه فالمجرم كتقدموا العداله ماشي كتعاون معه. هذا هو القانون. اذا بغينا نطبقوا القانون على حذافيره، وكون على يقين ان اذا كانت عندنا شكايه وضحايا وتلقيناها فالمجرم طال الزمن او قصر سيقتل. بالنسبه لكم هذا اجرام الكتروني ما هوش نضال؟ فبالنسبه لي انا اختراق غير قانوني فهو مجرم محسوم. ما يمكنش لي نتعامل معه وانا خصني نقدموا العداله. محسوم الموقف. واحد التعقيب سريع، لان تنحيي في خيط الوطني ديالو تنظن بانه تنطلق من هذا المنطلق، ولكن تلعب في واحد الخط احمر، يعني الخط احمر اللي يمكن في واحد النهار هو ولا الاشخاص اللي معاه يؤدي واحد الثمن غالي لاجل الوطنيه اللي بدات وقيله اللي ما كانش في الوقت المناسب في المكان المناسب وفي الاطار المناسب. دونك خصنا نلقاو الاطار واش مع الامن الوطني ولا مع القطاع الخاص، خصنا نلقاو الاطار باش الناس هادو بالوطن ديالهم بطرق قانونيه احسن. طبعا رسالتك مفهومه السي هشام الشكر، وحنا ادرجنا المكالمه الهاتفيه او تواصلنا مع قوات الردع المغربيه لانهما شباب عندهم هذا الهدف اللي كيوصفوه بالنبيل، ولكن كيقوموا بممارسه اللي هي غير قانونيه. كنتمنوا ان تاثر يعني بشكل افضل وفي هذا السياق. غير واحد المثال بغيت نعطيه تعقيبا على ما قاله السي خالد تعقيبا مره اخرى، غير نعطيو مثال بسيط. مثلا انا نط واحد النهار واخترقت موقع الكتروني في دوله معاديه كما كيقول هو او جبهه انفصاليه معاديه للمغرب، وتصوروا معايا لو ان قامت هذه الدوله او ناس من هذه الدوله بالرد العكسي، فما غيوليوش عندنا ضحايا مغاربه اللي لا علاقه لهم بهذا الصراع. يعني هناك استهداف ويمكن يكون الاستهداف المضاد ويمكن نفتحوا جبهه وغادي نشعلوا فتيل صراع اللي المغرب هو قادر بالدبلوماسيه ديالو عسكريا او دبلوماسيا انه يرد على اي حاجه كتمس بكرامه المواطنين او بوحده التراب الوطني او بامن البلد. الباقي من الزمن فقط ربع ساعه، نتحدث عن جهود التصدي للجريمة الإلكترونية. قبل ذلك نتابع روبورتاجا يقربنا من نشاط بعض الشركات العاملة في مجال الأمن المعلوماتي من خلال ما يسمى بالاختراق الأخلاقي، يعرض لبنيات وكفاءات مكافحة الجريمة الإلكترونية في المغرب قبل أن يطرح مداخل تطويق أنجع لكل أشكالها. الروبورتاج أعدته فاتحة وعلي والصورة لعبد الصمد منتصر. عبد الرحمن زهري شاب مغربي لطالما استهواه عالم الانترنت وساقه الفضول إلى فك شفراته واكتشاف أسراره، مذ كان تلميذا في المستوى الثانوي عن طريق التعلم الذاتي استطاع الشاب تطوير مهاراته في كيفية عمل الحواسيب وسبل تخزين المعلومات والبيانات والتحكم في أنظمة الشبكات. بالنسبة لعبد الرحمن نشاطه الإلكتروني لم يكن يوما بهدف الإيذاء بقدر ما كان بدافع إثبات قدراته. بديت بحال هكا، بديت بديفلوبمون، بديت بلينكس بشويه بشويه، هذا كيفتح لك الباب انك اسمو سوغ انترنيت كاينين لي فوروم، كاينين لي شانال ديال ديسكسيون، ماشي داكشي الفيسبوك، كاين سيرفر اخر كيتسماو دي سيرفر اي ار سي، تما كاين تبادل، كاين لي زكسبير كيتبادلوا الخبرات ديالهم، كيتبادلوا لي زكسبلوا. دراسته الاقتصاد في المرحلة الجامعية لم تمنع عبد الرحمن من احتراف هوايته ليشتغل في مؤسسة مختصة في الأنظمة الأمنية الإلكترونية تتمحور مهمتها حول ما يسمى اصطلاحا بالاختراق الأخلاقي. عوضا ما وزارة معينة معرضة للخطر، السيستم ديالها ضعيف زعما سهل يدخل ليها هناك. عوضا ما تجي فيها الدقه عاد ديك الساعه يشوفوا كيفاش يحدوا سمو، كنجيو حنا كنديروا ان تيست دو بينيتراسيون وكنوريوهم دوك النقاط الضعف فين كاينه وكنوريوهم كيفاش يصلحوهم. قرصان اخلاقي واحد يقابله عشرات ان لم نقل مئات القراصنه المخالفه افعالهم للقانون والتي تؤذي الافراد المؤسسات وعموم المجتمع. ومع انتشار الجرائم الإلكترونية مثل النصب والتجسس، تزوير بطاقات الائتمان وتسريب المواد الإباحية، التشهير وانتحال الهويات وغيرها،
بات ولوج الشبكة العنكبوتية مغامرة غير محسوبة المخاطر، ما حدا بالمشرع إلى سن مجموعة من النظم والقوانين تتصدى للجرائم الإلكترونية وتفصل في أنواعها وتحدد العقوبات. المستجد اللي جاء به القانون 0307 التطبيق ديالو ولا فعلي في المغرب، لاننا عندنا فرق ديال الشرطه القضائيه متخصصه في ميدان الجريمه الالكترونيه، وهناك دورات تكوينيه للقضاة لتحسيسهم خطوره الجرائم الالكترونيه، وهناك أحكام قد صدرت في هذا الباب. بعكس الجرائم العادية، مسرح الجريمة المعلوماتية هو الفضاء الإلكتروني، ولا يشترط في الجاني والمجني عليه أن يكون في مكان واحد أو في دولة واحدة، كما أن الجرائم المعلوماتية قابلة للتطور والابتكار يوما بعد آخر. في هذا الإطار أحدثت الإدارة العامة للأمن الوطني مختبرات لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية مهمتها السهر على الأمن الإلكتروني للمغاربة. كاين مختبر وكاين كذلك واحد المركز اللي تابع للقوات المسلحة الملكية ديال سيختمان، يعني اللي خصو يحمي المنشآت الكبيرة، وكاين كذلك وزارة ديال التكنولوجيات الحديثة اللي كتوجد قوانين اللي كنظن أنها خصها تسرع فيها، ولكن كتقوم بواحد العمل لا بأس به، وكدير كذلك مراكز خاصة التعريف ولا كذلك باش انك تدل السلطات على مجرم او لا على اجرام من هذا النوع. ليس في مقدور اي كان تنفيذ الجرائم الالكترونيه، الكل يجمع على ان الفاعل يتميز عن المستخدم العادي للشبكه العنكبوتيه بمهارات خاصه، اجماع يقابله انقسام في المواقف حول كيفيه التعامل مع المجرم الافتراضي، بين من يتبنى المقاربة العقابية كوسيلة للردع ومن يدعو إلى الاستفادة من مؤهلاته وتطويرها في المنحى الإيجابي. ما خصناش كاع نوصلوا لهاد الوضعية هذه اللي يكونوا عندهم اللي يكونوا متهمين ولا يكونوا هما جنات، خصنا من قبل نديروا التحسيس ونقويوا التحسيس باش يوجهوا المهارات ديالهم لسوق الشغل وما يوجهوهاش الارتكاب جنح او جرائم الكترونيه. كاين بزاف الناس اللي كيديروا هذا الشيء عن غير قصد، اولا كيديروه باش يبينوا على واحد القدرات شخصيه، مثلا عندك شباب ديال 18 19 عام اللي من بينهم لقاو مشاكل ديال السيكوريتي في سيت كبير معروف امريكي ومدها فيهم حتى واحد. انا بالنسبه لي هذا الا كان كيدير الهاكينغ ولا كيدير نوعا ما الجريمه الالكترونيه، فهذا خصنا ناخذه ان الدوله غتحتاجه من بعد، وكشفناها في بلدان كبيره كامريكا ولا هذا مثلا، اشخاص اللي كانوا معروفين بالهاكينغ ولو الان عندهم مسؤوليات في الدوله الامريكيه. قد تكون المنظومه القانونيه متقدمه وبنيه التصدي متوفره، لولا ان الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم قد لا يتاتى في ظل غياب الوعي الفردي والجماعي بخطوره افعال يرتكبها جنات حقيقيون ضد ضحايا حقيقيين في عالم افتراضي ما فتئ يزحف على الواقعي بخيره وشره. سأواصل مع الأستاذ مصطفى شكدالي طبعا عدد من الأفكار اللي تم تداولها، ونبغي هذا الجزء المتبقي من الحوار اللي هو فقط 10 دقائق نخصوه كما جاء في الروبورتاج البنيات وآليات التصدي. المقاربة الزجرية تبقى قاصرة، يعني عندنا نصوص قانونيه عندنا تطبيق في خلل ويبقى قاصر عن احتواء هذا. بدأنا البرنامج ونحن نتحدث عن الاميه المعلوماتيه، واتضح ونحن نستمر في النقاش اتضح ان حتى اولئك الذين يستعملون المعلوميات هناك نوع من الاميه، لذلك فاعتقد بان المقاربه الجذريه لا يمكن ان تكون هي المقاربه الافضل في اعتقادي. يجب ان تكون هناك المقاربه الجذريه، ولكن في مقابل ذلك ان تكون المقاربه التربويه، المقاربة اللي فيها نوع من 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 تعليم توعية. من تأسيس من توعية، ربما نقوم بذلك الآن بطريقة أو بأخرى، ولكن يمكن أن نؤسس، لأن حتى ونحن ندرس المعلومات في مدارسنا وفي الكليات إلى آخره لا نتطرق إلى هذا الجانب، بمعنى لا نتطرق إلى هذا الجانب اللي فيه الجانب ديال الجريمة الإلكترونية. إلى أنا أعتقد بأن الترسيخ
هو الأفضل، بمعنى أن تكون دائما هناك حلقات، هناك نقاشات، هناك استمرار لهذا الفعل حتى يمكن أن نخفف ربما من سلبيات هذه الجريمة الإلكترونية. مع العلم أنا أقول وأردد أننا مستهلكين ومستهلكين بطريقة مبتدلة، هناك ابتدال في الطريقة، وربما أن الجريمة إذا أخذناها في بعدها الكبير جدا الذي يتجاوز القانون كما هو الآن والنصوص القانونية، فهذه الجريمة تمس القيم الاجتماعية، وهذه نظرة ربما تحليل نفسي علم اجتماع، بمعنى أن هناك أشياء تتجاوز الحدود الضيقة لهذه الجريمة. لذلك في اعتقادي هي جريمة تمس المجتمع، تمس المجتمع. حينما تحدثت في بداية البرنامج على حينما نأتي بالمقدس ونضعه في المدنس، بمعنى هناك ابتدال، هناك تسويف لأشياء لها قيمة معينة ونتداولها بطريقة، مثلا مجموعة من الآيات ويقول لك الآخر انشرها وإن لم تنشرها، بمعنى فإن ذنوبك قد منعت. هذه راه نوع من الجريمة السيكولوجية بطريقة، يريد أن يشعرك بالذنب، يريد أن يدخلك في دوامة معينة لها تداعيات على المستوى السيكولوجي، أن يزايد عليك المزايدة، وبالتالي بماذا نزايد؟ نزايد بقيم للمجتمع، نزايد بهذه القيم للمجتمع. لذلك فأعتقد بأن المسألة لابد وأن تكون تحت طائلة ليس القانون فقط، ولكن التعليم ودور وسائل الإعلام. أستاذ حاتم بكار، تكلمتي على القصور في الجانب النص، كذلك على المعيقات ديال التطبيق. احنا واش في حاجة اليوم القانون، يعني نص قانوني خاص بالجريمة الإلكترونية، أو مجرد تحيين لهذا النص القانوني الموجود؟ شنو المداخل من وجهة نظرك أو من وجهة نظر قانونية من أجل التصدي لهذا؟ من وجهة نظر قانونية، احنا المشرع المغربي بين قوسين مشرع نقال، باش نكون واضح، مشرع نقال تياخذ قوانين من دول وتطبقها في المغرب بطريقة أو بأخرى، وهذه الوضعية هذه خلت أننا في المغرب توالي قوانين، مثلا من 2002 حق المؤلف والحق المجاورة، وحنا غاديين 2003 2008 إلى حد 2010 إلى الآن، قانون يصلح قانون، إذا وصلنا لواحد الوضعية متدلية إصلاح الإصلاحات، ما في مصلحة حتى واحد، هذا من جانب، ولكن الأخطر منه هو أن هذا يشتت ذهن المتخصص وكذلك القضاة. وحنا كمحامين، وإجو سيت واحد ليكزومبل اللي سمحتي لي، مغني راب شاب مغربي لي الشرف أن أعتبره صديق ولي الشرف أن يعتبرني كذلك صديق، وأنا كنت في الهيئة الدفاع ديالو مع ثلة من زميلة الزملاء الأفاضل، بغض النظر على النقاش القضائي اللي هو مستمر الآن وكمؤسسة ما غنطرقلوش، ولكن كان واحد المسألة أنه اعتبرت مؤسسة رسمية في المغرب أنه اعتدى عليه من خلال أغنية، وهذا نقاش، وكذلك من خلال الفيديو. ولكن هنا في كتبان الخطورة ديال الجريمة الإلكترونية، أن مركبة هو عنده أغنية، شخص آخر ما عرفناش خذا هذيك الأغنية وركب عليها واحد لا فيديو فيها مجموعة من الصور اعتبرت مسيئة لمؤسسة من المؤسسات وأدين هو من أجلها، ما يمكنش. إذا هذا التركيب هنا، إذا حتى التلقي القضاء هو منتج للعدالة، فلما القانون يثرثر لا يجد إلا أذن شاردة، القضاء يجد نفسه مبعثرا، كذلك الدفاع، كذلك المهني والعدالة، ثم كل ما ينتج عن مرفق القضاء من عمل هو نتيجة التشكيك. وحنا حاجة اليوم النص القانوني قائم الذات بطبيعة الحال، النص القانوني قائم الذات، وكذلك المسطرة الجنائية تكون مواكبة للتعديلات، لأن المسطرة الجنائية كنمشي الفصل 47 فقط. إشارة أخيرة فقط، في عجالة سأذكر بمقولة الأستاذ الدكتور المشيشي العالمي، الله يطول في عمره ويعطيه الصحة، في واحد المناظرة قال: وذو العلم يشقى في علمه وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. راه غير حيت ما عارفينش حنا مرتاحين، أما لو أننا عرفنا غنبقاو بلا نعاس. شكرا. سي مروان الحجوجي، نطلبوا ربما من المغاربة اليوم يتواصلوا معكم أكثر ويثيقوا في العمل ديالكم بشكل أفضل، لا مؤسسات ولا أفراد، هذا هو الرسالة؟ هذه رسالة بالفعل، هذه رسالة، واللي نبغي نوجه بزيادة على هذا الشيء، على أن المواطنين المغاربة والمجتمع المغربي بجميع الشرائح ديالو، على أن هناك عمل وجهود تبذل من ناحيه ديال الحمايه، من ناحيه مكافحه الجريمه المعلوماتيه بجميع الاشكال ديالها. فعلا كما قالوا الاساتذه وكما تفضلوا الحضور، انهم صرحوا ان هناك بطء، هناك خصص قانوني، هناك فعلا ما يمكنناش، هذا واقع ما يمكنناش نكره، ولكن هناك هذا عمل حديث العهد، يعني مازال يتطور، هذا عمل حديث العهد، والمديريه العامه للامن الوطني تطور نفسها، ونحن ملتزمون بالدستور الجديد، بمبادئ حقوق الانسان، غادي وراء ملك شاب نصره الله، امتثالا لقوله تعالى: وقل اعملوا فسير الله وعملكم الرسول والمؤمنون، فنحن نشتغل وما توفقنا الا بالله. شكرا سي مروان الحجوجي. طبعا غادي ناخذ كذلك مداخله من عند السيد الكبير حماد. انتم كجمعيه كتامنوا او كتشددوا على ضروره وجود عمل جمعوي، او انتم اليوم كتسدوا واحد الفراغ اللي كان موجود؟
اولا حنا كنقوموا يعني بالواجب ديالنا اللي يعني ديال الضحايا اللي كنتوصلوا بهم، ولكن يعني في نظر يعني الثلاثه ديال الاشياء اللي خصها تكون ضروريه باش نتصداو للجريمه الالكترونيه. الا لاحظتي كما طرقوا الاخوان كاين ما كاينش مواكبه تكنولوجيه بالنسبه للقطاعات، مثلا ما عمرنا شفنا شي خطيب في شي مسجد دار شي خطبه على هاد على الجريمه الالكترونيه ولا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تكون عنده هو المعلومه حتى يعني هذا، ولكن يعني خص كما قال ذاك اللي اتصل بان خص يكون مسايره يعني الميساجور، يعني خص كاع القطاعات للعدل الى اخره. النقطه الثانيه كنبغي ننصح دائما المستعملين الانترنت باستعمال المودو باس باللغه العربيه او اللغه الامازيغيه، باعتبار ان لي لوجيسيال ديال الاخرين ما كيكونوش كيضموا هذه اللغه. يعني واخا يتجسس على الحاسوب ما غاديش يقدر يصدرك الرن، يعني كما نقولوا حنا لو مودو باس الرقم السري ديالك طبعا. وبالنسبه للجمعيه ديالنا فهي دائما خصها تضل في خدمه ديال جميع الزوار ديال، ونتمنوا طبعا ان عملكم يمشي كذلك في اتجاه التحسيس والتوعيه. وبالنسبه اللي بغى اللي عنده شي مشكل سواء الفيديو ديالو في اليوتيوب ولا في التيليموشن الى اخره، ما عليه الا زياره موقع هبه بريس وغادي يوجد الرابط ديال الجمعيه. وكذلك عندكم صفحه في الفيسبوك طبعا، جمعيه ضحايا الويب كام وعدم المس بالملكيه الفكريه. نختم معك سي هشام الشكر، كيف كتشوف مداخل ربما التصدي في عجاله؟ تنظن بان التصدي اول حاجه هو التحسيس، تحسيس المواطنين، تحسيس الادارات، تحسيس المؤسسات بهذه الافه ديال الجريمه الالكترونيه. النقطه الثانيه هي تكوين جميع المتدخلين، القضاء، الشرطه العلميه، المسؤوليه الاعلاميات. والمدخل التالي هو الافتحاص، جميع المؤسسات والادارات تفكر انها دير واحد الافتحاص مره في العام ما فيها باس، تشوف واش الانظمه المعلوماتيه ديالها يعني راها محميه ولا لا، يمكنها باش تتفادى مشاكل تقع فيها من بعد. ربما كذلك استثمار عدد من الطاقات والملكات ديال شبابنا المغربي في هذا المجال، واستثمارها في تقويه امننا المعلوماتي وحتى لا ينزاح او هذا العمل ديالهم ويمشي في اتجاه الاجرام. نهايه عدد اليوم، اشكر ضيوفي في الاستوديو، اشكر الجمهور، واشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. نلتقي الاسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس القناه ميديا ان تي في. في امان الله.